السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. السلام عليكم خواتاتي، اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه رايحين نديرو سموها مراجعة، سموها مقترح للبيام إن شاء الله 2023. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجرد تخمين، أنا لا كما قال لك لا صلة لي لا بالوزارة التربية ولا عمي فات. الحمد لله التخمين تاعي كان في المستوى، كان نيشان. قلت لكم راني شاك يطيح لكم الجامع الأعظم ويعطيكم وضعية إدماجية فيها المقام الشهيد. وهذا العام جو سيبا انايا في راسي باللي يقعدوا لكم هذا في الفصل الأول، وغادي يعطوكم الايتينري تريب، يعني يعطيكم مسار الرحلة والله أعلم. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بليز ولادي مجرد تخمين، أنا ما قلت والو، مجرد تخمين ولادي. أوكي، هاي دير، مرحبا عزيزي، hope you are doing well، أتمنى أنك تكون جيدا. I went to Rome last August with my friend John. رحت روما في الأوت اللي فات مع صديقي جون. We flew to Italy with British Airways. طرنا ولا سافرنا عبر الطائرة مع الخطوط الجوية البريطانية. We stayed for a week in small hotel near the Colosseum. قال لك قعدنا في لوتيل مدة أسبوع، هذا فندق صغير بالقرب من كولوسيوم. The hotel was really nice and quite cheap. قال لك هذا الفندق كان حقا لطيف ورخيص جدا. Quite cheap يعني رخيص بزاف. During the day في النهار، خلال النهار، we first walked around the city. أولا درنا ولا تجولنا في جميع أنحاء المدينة. Then بعدها ولا ثم we saw the famous Roman amphitheater، يعني رحنا the Colosseum. قال لك ومن بعد رحنا شفنا المدرج، هذا المدرج الروماني الشهير ولا تاع المسرح هذا الكولوسيوم. After that ومن بعد we visited the ancient St. Peter's Basilica. قال لك ومن بعد رحنا قمنا بزيارة St. Peter's، هذيك كاتدرال كيما نقولوا حنا الكنيسه تاع القديس بطرس. الانشنت يعني القديمه. It was really exciting. كان الامر مثيرا حقا. Finally اخيرا we threw a coin in the Trevi fountain. قصنا هكا دراهم عمله and made a wish. قمنا ب كيما نقولوا حنايا قصنا دراهم هيا وتمنينا امنيه. هادو شركيات نتاع حنايا، المهم رانا نقراكم انا غير في النص. We took a lot of photos. خدينا بزاف صور. At night في الليل we went to restaurants. رحنا للريستورون مطعم and المطاعم and had fantastic pasta and tried all their local dishes. رحنا كلينا السباغيتي، الباستا هي السباغيتي هي، وهذه في الليل وجربنا الاطباق تاعهم المحليه، لوكال يعني المحليه. وي بوت ا بينتينغ اوف تراستيفر ويتش بورتريز ان اولد تشارمينغ بليس ان روم. قال لك وشرينا لوحه تاع هذا تراستيفر هادي هي، واللي كيما نقولوا حنايا اللي كيما نقولوا تصورنا الاولد تشارمينغ بليس، اللي تعطينا تصورنا اقدم مكان ساحر في روما. اند جون
but some presents for his family. وجون شرى بعض الهدايا لا فامي تاعه. We had a great time. ها ودي كيما قال لك قضينا وقت رائع. Rome is full of history. روما مليئة بالهيستوري and has a special atmosphere and Italian food is delicious. قال لك روما قال لك جاية مليئة بالتاريخ وعندها جو اتموسفير يعني جو خاص والطعام الإيطالي لذيذ. We only had two problems. كان عندنا غير زوج تاع لي بروبليم زوج تاع المشاكل. It was hot so we couldn't spend all day outside. قال لك كان كاين البال كان حمام وجامي كيما وما قدرناش كيما نقولوا حنايا نقعدوا بزاف برا صافي الحمام. And it was difficult to cross the road because of heavy traffic. وما كانش ما كناش قادرين ماشي بهم ما كناش قادرين وشوفوا ولادي ما كناش قادرين كيما نقولوا حنايا نقطعوا باسكو ماشي كيما نقولوا حنايا ما قدرناش نقعدوا بزاف باسكو الحمان وزيد كان ازدحام تاع المرور. What about you ماذا عنك عنك did you go somewhere اسكو رحت كاش بلاصه. Hope to hear from you soon. راني باغي نسمع عنك قريبا ستيف. هذا ستيف راه يكتب لبريا لصديقه. اوكي هذا هو النص تاعنا ولادي نتمنى كو فهمتوه. ايا نروحو دروك reading comprehension نقراو دروك البارت 1 reading comprehension اسئله النص. read the text and answer the following questions. نقراو النص ونجاوب على الاسئله التاليه. بون هنا قال لك did ماذا بدا بالauxiliary did يعني yes or no question يعني تقول yes يتقول no. did Steve and John stay at a friend's house. اسكو ستيف وجون راحوا عند دار تاع صاحبهم. هنا شنو نقولوا هنا قال لك we stayed for a week in a small hotel near the Colosseum. نديرو no they didn't هذا مكان نديرو no they didn't هذا مكان. وإذا راك باغي تجسيفي الكسمو الآخر تاعك تقول they stayed for a week in a small hotel near the Colosseum. اوكي تكون الإجابة كالتالي now they didn't تنجم دير غير هذا وتحبس ولا دير they stayed for a week in a small hotel near the Colosseum. اوكي هنا قال لك did they enjoy themselves اسكو استمتعوا بأنفسهم بوقتهم زعما اسكو فوتوها بيان شنو نديرو yes على نديرو yes قلنا كيكون السؤال بال did ولا can ولا do ولا is ولا هنايا نديرو yes or no question يعني نجاوبو yes they did وصاي. اوكي انا قالك read the text and say true or false نقراو النص تاعنا ونقولو صحيح او خطا. Steve and John traveled by plane اسكو كسمو ستيف وجون راحوا سافروا بالطياره هي نعم علاه هما ما قالوش بصح شا قالوا قالوا هنايا تبعوني شا قالوا قالوا I went to Rome last August with my friends my friend John we flew طرنا كيما نقولوا حنايا سافرنا to Italy with British Airways الخطوط الجويه داينا باللي الطياره صنديرو نديرو شنو نديرو هنايا نديرو ترو انا قال لك they didn't have time to visit the well known places ما كانش عندهم الوقت باش يزوروا الفيموس بليسز ولا well known places هي نو no. علاه هنايا we saw the famous Roman هنايا the famous يعني الصوالح المعروفين هنايا نديرو
well known ولا famous كيف كيف. Okay, they had their meals at the Trattoria Roman restaurant. اسكو راحوا ياكلوا الوجبات تاعهم في تراتوريا هذه رومان ريستورانت هي لا واش قالوا لنا و اور فيفرت ريستورانت راحوا للمطعم تاعهم المفضل ووز ذا بيازا نافونا صافي خطا فولس ما راحوش لهذا الريستورانت ديروا فولس هنا قالك find in the text synonyms and opposites of the following words غادي نحوسوا على شرح المفردات والأضداد اوكي هنا يا synonyms عندنا wonderful wonderful يعني رائع رائعة حاجة رائعة شو عندنا هنا يا عندنا great we had the great time نجمو نقلعو great شو نديرو we had a wonderful time يعني فوتنا قضينا وقتا رائعا great قادرين نديرو nice تاني يعني جميل وقت جميل really nice يعني قادرين نديرو great و nice okay great رائع و nice هنا tasty زعما لذيذ هنا يا شي عندنا delicious يعني بنين delicious هنا عندنا easy يعني سهل هنا عندنا difficult يعني صعب هنا عندنا expensive يعني غالي الثمن شو قالك الهوتيل قالك quite cheap يعني رخيص cheap رخيص expensive غالي هذا رخيص what does the underlined word refer to in the text على ماذا تعود هذه which المسطرين عليها في النص قلنا هو تندار للعاقل والويتش تندار للأشياء وللحيوانات هنا we put a painting of trusty Stever هذه painting of trusty which يعني شوفوا لي قبلها يعني هذه a painting of trusty okay نكتبوها هنا عندنا mastery of language join the sentences using because or as a result هنا يا غادي نلصقوا الجمل نستعملوا because as a result يعني نستعملوا cause and effects bon هنا because لأن وهذه كنتيجة لي bon Now the weather was awful. قال لك الحال كان ماشي غاية. Our visit to the museum was cancelled. زيارتنا للمتحف ألغيت. لغيناها. زعما كيما نقولوا حنايا صاي ما رحناش للمتحف. علاه لغيناها؟ Because شنقولوا؟ نجمو نبدو الجملة ب our visit to the museum was cancelled because هنا نبدو بدي ونديرو because the weather was awful شوفو دولو our visit to the museum was cancelled because the weather was awful ديروها في الوسط قادرين تبدو بها كيما هنايا تبدو Because the weather was awful لأن الحال كان سيء Our visit to the museum was cancelled هنا نديرو فاصلة كي تبدأو because ديرو هنا يا فاصلة Because the weather was awful Our visit to the museum was cancelled ولغيت
ذهابنا إلى المتحف. وإلى بدينا our visit to the museum was cancelled because ما نديرو والو في الوسط. The weather was awful لأن الحال كان سيء. Modern art is not really appreciated. Many people don't understand it. قال لك الفن الحديث الجديد ما كيما نقولوا حنايا ما عطاولهش التقدير بزاف، خاطش كاين بزاف الناس اللي ما يفهموش. شان نديرو؟ نديرو هنايا في الوسط as a result كنتيجة. Many people don't understand it. هنايا شان نديرو؟ دائما كي نديرو as a result نديرو نقطة ومن بعد تكتب as a result بعد دير الفاصلة باش تكتب هادي نقطة ومن بعد تكتب as a result فاصلة. Many people don't understand it. صحيح. هنايا replace the words in brackets with the appropriate following adjectives. هنا عندنا الصفات القوية وعندنا الصفات العادية. هنا horror films are extremely scary. قال لك هذا كيعطوا أفلام الرعب كما نقولوا حنايا مخيفة للغاية. extremely يعني scary مخيفة هذه للغاية. شاهدنا هنايا كما نقولوا حنايا strong adjective واحدة كاين base adjective وكاين strong adjective. strong adjective ما نكتبوش فيها extremely، نديروها تجي قوية بلا ما نزيدوا لها really و extremely وكاع. صافي شاهدنا عندنا مرعبة جدا هي terrifying نكتبوها. اوكي هنا عندنا in winter في الشتاء the temperatures are extremely cold. قال لك درجة الحرارة كيما نقولوا حنايا شديدة البرودة، برودة شديدة البرودة. in the Georgia mountains في جبال جورجيا واش نديرو؟ نديرو freezing يعني جمد متجمدة freezing تجمد. اوكي هادو الصفات القوية وهادو الادجكتيف كيما نقولو حنايا العادية. هنا عندنا my parents were extremely angry. قالك بويا كان بزاف زعفان، كان بزاف زعفان يعني غاضب بزاف غاضب بزاف. when they saw my school reports مين شاف تقرير تاع المدرسة تاعي شان ديرو؟ شتولي واحد زعفان بزاف شنقوله furious. هنايا furious يعني كان زعفان بزاف extremely angry يعني غاضب غضب شديد ولا غاضب للغاية. تولي furious when they saw my school reports. اوكي هنايا شوفوا شنديرو هادو كاع صفات القوية. دروك turn the sentences into the active form. هنا ماشي the passive، هنايا غادي يعطاهم ان هما passive حنا نحولوهم للactive. ساهلة ولادي، ديجا كتبتولي في التعليقات كيفاش نحولوهم للactive. شوفوا ولادي عندنا هادي تاج محل was visited by موقع ندير لكم هادي by hundreds of people every year. شوفوا نروحوا نجيبوا هادي hundred هادي of people نروحوا نجيبوها هنا الاولى صحيح نكتبوها ومن بعد hundred people نروحوا عند الفعل. هنا كاين was visited، روح اقلع غير was ودير visited تاعك. اوكي شنقولوا hundreds of people visited تاج محل every year.
هذا ما كان. قلع غيوز وكتب الفعل تاعك في الماضي عادي. شوالا قلب قلب hundreds of people visited تاج محل every year. اوكي هاكا hundreds of people visited قلع غيوز تاج محل every year. هذا ما كان. هنا نروحو عند tourists were impressed by the splendid monuments. هنا عندنا نروح نجيبو هادي splendid monument هي ما معناها، يعني السياح كانوا بزاف منبهرين بالمعالم الجميلة. احنا نديرو المعالم الجميلة impressed نقلعو غير tourists. هذا مكان impressed شنو نديرو tourists هذا مكان. سهلة كي يقولكم رجوها الفورم اكتيف تكتب غير فعل تاعك تقلع عليه الوز والوير وتحطه. اوكي سهل. هنايا قال لك the blue mosque الجامع الازرق was decorated by the architect محمد اغا محمد اغا شنو نديرو the architect محمد اغا هادي تكتبوا the architect محمد اغا decorated نقلعوا هادي وهادي دائما نقلعوا هادي وهادي. اوكي decorated the blue mosque هذا مكان قلعوا باي والواز وير والباي واز والباي دائما وقلبوا هذا مكان ولادي. هادي the architect محمد اغا decorated the blue mosque. اوكي هذا هو الحل التمرين تاعنا. هنا عطاونا rewrite the following paragraph using sequencers يعني غادي نعاودو نكتبو هذا الباراغراف نستعملو احداث التسلسل يعني first then after that finally. اوكي كيما الفرونسي دابور انسويت انفان. اوكي last year العام الماضي my school organized a tour for the fourth grade students to the Tassili Niger National Park. قال لك العام الماضي نظمت المدرسة تاعنا تاع السنة الرابعة حديقة نظمت جولة باش نروحوا لحديقة تاسيلي ناجر الوطنية. We visited the three old قصورز كيما نقولوا حنايا زرنا أربعة ثلاثة تاع القصور. أوكي القديمة. أوكي هنايا شنو نديرو هنايا نديرو first أولا نكتبو هنايا first ونديرو فاصلة. شوف كي نديرو first وديرو فاصلة هنا تقلعو النقطة تقولو first ديرو النقطة قرايا ديرو هنا نقطة هنايا ومن بعد ديرو first فاصلة. بعد we visited the three old قصورز ومن بعد بعد ذلك نديرو then نديرو فاصلة نقطة هنايا ومن بعد نديرو then بعدها we spent the next five days camping in different places such as the oasis of الحرير and the sand dunes. قال لك ومن بعد كيما نقولوا حنايا فوتنا خمس ايام كيما نقولوا حنايا في ديروا المخيم في اماكن مختلفه مثل واحه الحرير والكتبان الرمليه. كتبان الرمليه هي sand dunes. وي went ذهبنا هنايا شنو نديروا وي went شنو نديروا after that بعدها هنايا نديرو هكا after that فاصلة هنا دايما كل كما تكون نقطة نديرو ماجيسكول. اوكي هنايا after that ماجيسكول we went to the town of Janet to visit the market and buy souvenirs and gifts. قال لك ومن بعد رحنا لمدينة جانيت باش نروحو نشوفو السوق ونشرو الهدايا التذكارية ولا الجيفت ولا كيما نقولوا حنايا هدايا
جيفت هي الهدايا بريزنت ولا جيفت كيف كيف. وي ريتيرند ثم رجعنا باش نديرو فاينلي هنايا فاينلي واخيرا وفي الاخير نديرو نقطه دائما وراي فاينلي نديرو هكا ماجيسكول فاينلي نديرو فاصله. We went to Ajis after having fabulous days. بعد اللي فوتنا أيام رائعة. صحي هكا يكون مام هادو نجمو تقلعو منهم كما هنا هادي نجمو تقلعو باش ديرو وضعية إبنجية تقولو We returned to Oran والبلد تاعك Ajis after having fabulous days. بعد اللي فوتنا أيام رائعة. هنايا Situation of Integration عطاولكم كما قلت لكم انا راني شاكه ان شاء الله الشك تاعي يكون في محله بلي يعطيكم مسار رحله. هذه اول حاجه وضعيه راني في راسي بلي يعطيكم مسار رحله يقول لكم وين فوت فاكونس تاعك وعطيه وهضر لي على المسار الرحله تاعك. اوكي هنايا قال لك your friend wants to know how you spent your holidays. صاحبك راه باغي يعرف كيفاش فوت لي فاكونس تاعك. write him or her كتب له ولا كتب لها an email بريد الكتروني in which you tell about اللي تهضر له على the places you visited in Algeria or another country تهضر له على البلايص اللي فوتهم في الجزائر ولا في بلد اخر خارجي. your activities النشاطات تاعك during the holidays شدت في العطله. use sequencers دير sequencers كيما درنا first then after that and finally. وانا your feelings يعني your feelings يعني شا حسيت الشعور تاعك. use adjectives غادي دير الصفات. اوكي هذا هو المطلوب منك. هنا انا درت لكم هنا مسار رحله هنايا تاع itinerary trip تبعوني ولادي. I had amazing trip فوت رحله رائعه. first اولا I moved with my family from مغنية تحركنا مع لا فامي تاعي من مغنية to Oran إلى وهران by car باللوطو. then شوفوا راني دايرة sequencers. then we stopped in تلمسان حبسنا في تلمسان and we visited للاستي زرنا للاستي and سيدي بومدين. next بعدها we moved to Oran city and we visited أحمد زبانة. رحنا تحركنا في وهران زرنا أحمد زبانة ميوزيوم المتحف سانتا كروز هذيك سانتا كروز كاسل يعني القصر تاع سانتا كروز. we took a lot of photos خدينا بزاف صور and we had the traditional كارنتيكا وكلينا كارنتيكا. then ولا after that هنا يدير then ولا after that we asked for amazing figures there like شاب حسني سقسينا على شاب حسني شاب خالد سيد الهواري. اوكي ومن بعد after stop over of 2 days in Oran قعد stop over يعني توقفنا في وهران قعدنا يعني ريحنا 2 days يومين in Oran we went to Mustanem and visited Sablet Beach رحنا فيزيتينا Sablet Beach. اوكي تاع كيما نقولوا حنايا بحر تاع Sablet Sablet Beach. finally اخيرا we returned ولينا returned back after having an unforgettable journey بعد اللي مضينا كيما نقولوا حنايا رحله لا تنسى. قادرين ثاني ديروا هذه في finally we returned to Oran ولا to مغنية after having fabulous days. اوكي قادرين ديروها كسمو خاتمة بهذا نكونوا قد انهينا الكسمو تاعنا الامتحان تاعنا. ان شاء الله يا ربي يجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبكم وقلوبنا. الى فهمتم هذا بكم ما تبخلونيش جيم اشتراك في القناه اللي ما مشترك. ربي ينجحكم سدد الله خطاكم ان شاء الله ربي يا ربي كاع تنجحوا ونسمعوا.